2018 كانت كتير حلوة بس 2019 بعد إن شاء الله تكون أحلى لأنه عم بحضر سينجل لألي أغنية خاصة فإن شاء الله بال 2019 بتكون هي البداية لألي وكمان عن طريقكم. طب لو تعطين تفاصيل الأغنية الجديدة اللي حتطلع هلأ مثل ما شفته هو ستايل أكيد الأجنبي والعربي فالغنية يعني بتشبهنا بس أكيد أغنية عربية وفيها الفلوت آلة الفلوت ففيها مغنى وعزف. نعم والله جميل. اللي يعرف يعني بعض خلينا نقول المعلومات انه انت مهندسة اتصالات صح والان ما شاء الله فنانة وعازفة كيف يعني صار الموضوع؟ بالبداية يعني هي العائلة بتهوى الفن الوالدة بتعزف على البيانو ما شاء الله سو خلتنا كلنا نفوت بهيدا الدومين لأنه آمنت فينا أنه نحن بدينا نكون مثله ابتدينا بالبيانو كلاسيك بالمعهد الموسيقي رجعت كفيت أنا فلوت والوالد هو مهندس معماري حب أنه لا أنا ما أطلع بس أنه أنا بغني وبدأ فكفيت بمجال الهندسة وأخذت ماستر ديجري بالتليكوميونيكيشن ودحين أنت بتسوي المجالين مع بعض؟ بسوي المجالين ما شاء الله. طب